في هذه الأمسية المباركة من نفحات يوم الخميس، يسر جمعيتنا جود البيضاء أن ترحب من جديد بشخصية بارزة ومميزة، أحد المنابر الإسلامية بالديار الأمريكية، رائد في عدة مجالات علمية ودينية. معنا الدكتور محمد رحابي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. بارك الله فيكم، حياكم الله استاذ. نعم دكتور رحابي عميد كلية الدراسات الإسلامية، رئيس قسم الدراسات العليا في إتقان الأداء القرآني بالجامعة الأمريكية للعلوم الإنسانية، إمام وخطيب ومدير المدرسة الإسلامية بوستون تكساس بأمريكا، أستاذ اللغة العربية، محاضر ومشرف ومناقش لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بعدة جامعات إسلامية، عضو لجنة الفتوى في المؤسسة الإسلامية الكبرى بوسطن، مدرب معتمد في تطوير المناهج وتقييم الأداء وفق المعايير الأكاديمية الحديثة. له ما شاء الله مناصب وإنجازات قيمة أخرى، فاللهم زد وبارك. يعني فخورين بكم، ما شاء الله، لكم الكلمة، تفضلوا. أكرمكم الله وبارك الله فيكم. شكرا أستاذة إيمان، وشكرا لجود البيضاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جود البيضاء ويجعل أيديها البيضاء دائما ممتدة في الخير والنفع بإذن الله تعالى. وبارك الله في القائمين جميعا، أستاذة إيمان وأستاذة أسماء وجميع الفريق الطيب المبارك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وراه ومن والاه. الحقيقة أود أن أشكر القارئ الفاضل حمزة وراش أيضا على قراءته الطيبة واختياره الحكيم للآيات الكريمة من سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وكذلك الآيات التي قرأها ولدي محمد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأسر الطيبة المستقرة السعيدة التي إن شاء الله يكون لها أثر طيب في هذه الحياة، في ترك أثر وذرية طيبة صالحة تعمر الأرض بالخير والسلام والحب وعبادة الله سبحانه وتعالى. الموضوع هذا، موضوع العلاقات الأسرية، بصراحة يحتاج إلى أيام وساعات طويلة، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أكثر من 146 آية تتحدث عن الأسرة وعن الزواج وعن الأب وعن الأم والأولاد والنفقات والإرضاع وغير ذلك مما يتعلق بالأسرة والعلاقات الأسرية. ولكن في هذه الساعة المباركة سأجمل بشكل سريع إن شاء الله تعالى بعض النقاط والإضاءات التي من شأنها إن شاء الله أن تساعدنا في إيجاد أسرة مستقرة، وفي اكتساب مهارات إن شاء الله أسرية وأبوية وزوجية للمساعدة على حياة هانئة إن شاء الله. وإن كتب الله لنا لقاء آخر لعلنا نتابع في هذا الموضوع، ولكن الآن سنبدأ بشكل سريع، وأرجو من الإخوة والأخوات الموجودين التفاعل معنا عند السؤال، يكتبوا على الشات بوكس هنا في صندوق الرسائل، ويحتفظوا ربما بأسئلتهم ويرسلوها للإخوة والأخوات في الإدارة لعلنا نتناولها في الأيام واللقاءات القادمة إن كتب الله لنا في العمر بقية إن شاء الله. بادئ ذي بدء، كما يقول العلماء، الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق. الإسلام عقيدة تتحدث عن الإلهيات، أسماء الله وصفاته، عن النبوات وصفاتهم ومؤهلاتهم والوحي، وعن الغيبيات كالإيمان بالملائكة والقضاء والقدر واليوم الآخر وغير ذلك، هذه كلها في قسم العقيدة. أما في قسم الشريعة فالشريعة خمسة أقسام: عبادات، معاملات، أحوال شخصية التي هي الأسرة، وقضاء وسياسة شرعية. ومن جملة البحوث الشرعية الكبيرة المعروفة عندنا في الفقه شيء اسمه أحكام الأسرة، يبدأ من مراحل ما قبل الزواج، مرورا بالزواج، وانتهاء بانحلال عقد الزواج بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين أو غير ذلك. والأخلاق القسم الثالث من أقسام من الإسلام، كما قلنا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. والأخلاق قسمان: قسم ممدوح أمر الله بالتحلي به كالصدق والأمانة والوفاء بالوعد وغير ذلك، وقسم مذموم أمرنا بالتخلي
عن هذه الأخلاق المذمومة كالحسد والحقد والبخل وغير ذلك. فلذلك الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، لا يكتمل إسلام المؤمن إسلام المسلم حتى يصحح عقيدته ويلتزم بشريعة ربه ويقوم أخلاقه. الآن لو أردنا أن نتحدث عن العلاقات الأسرية، ربما نبتدأ بثلاث ضرورات هي مهمة جدا للاستعداد للحياة الزوجية وللتأهيل للبدء في هذه الحياة الجديدة. أن تؤهل نفسك للحياة الزوجية بثلاث أمور. رقم واحد، أن تدرك أن الزواج مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأعزب أو العزباء قبل الزواج ما في عندهم تلك المسؤولية التي ستكون بعد الزواج، مسؤولية الزوج، مسؤولية الزوجة، مسؤولية الأولاد، مسؤولية البيت، مسؤولية التربية، مسؤولية النفقة، مسؤولية الرعاية، مسؤولية حفظ البيت، مسؤولية رعاية البيت. هذه مسؤولية جديدة. إذا أنا كرجل أو كامرأة مقبل أو مقبلة على الزواج، لابد أن أضع هذا نصب عيني، الزواج مسؤولية. رقم اثنين، الزواج تضحية، فلا بد من تقديم التضحية، ولا بد من التنازل، ولا بد من يعني وضع الأمور بأماكن ربما أنت لا ترتضيها أو ربما لم تعتد عليها، لابد أن تضحي. الزواج تضحية من الزوج، تضحية من الزوجة. رقم ثلاثة وهو مهم جدا، قبول الاختلاف. الزواج قبول للاختلاف، والله عز وجل خلقنا متباينين في الطباع، متباينين في الأخلاق، متباينين في الفهم، مختلفين في كثير من الرؤى والأفكار. هذا التنوع الذي خلقه الله عز وجل من معجزات الله، من خلق الله سبحانه وتعالى العظيم، لابد أن نتقبله. فالزوج قادم من بيئة ربما مختلفة، ربما من ثقافة مختلفة، ربما من فهم مختلف، الزوجة كذلك من بيئة، من طباع، لابد أن نتقبل. قبول الاختلاف هذا أيضا عامل مهم من عوامل الاستعداد للزواج المستقر السعيد. ثلاث أمور تذكروها أرجوكم، الزواج مسؤولية، والزواج تضحية، والزواج قبول للاختلاف. الآن نقاط أخرى لابد أن نفهمها أيضا عن الزواج، ربما هذه أيضا نقاط غير موجودة في أديان أخرى. وسبحان الله، عندما نتحدث مع بعض الناس وهم يعني من ربما من دين آخر أو دين مختلف، يبهرهم ويشد انتباههم ما يجدونه من أمور في جميلة في الإسلام، من أمور راقية في الإسلام. أولا أيها الإخوة والأخوات، الزواج عبادة في الإسلام. الزواج عبادة، المقبل على الزواج سواء كان رجلا أو امرأة مقبل على عبادة لله تعالى، لم يكن يقوم بها، لم يكن يتعبد ربه بها من قبل. أفعال المسلم كلها عبادة كما تعلمون، إذا نوى بها التقرب إلى الله والتقوي على طاعة الله وامتثل فيها أمر الله واتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك العادات عبادات إذا صلحت النية. الطعام والشراب والنوم والزواج كله عبادة إذا اقترن أو إذا اقترن بنية صالحة وامتثل فيها أمر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر واحد. أمر ثاني في الزواج، المتزوج معان وله معونة من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وإذا كلف الله عبده بشيء أعانه عليه، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فإذا كلفنا الله وأمرنا الله عز وجل بالزواج، خصوصا لمن استطاع الباء ولمن احتاج إلى الزواج، فالله سيعينك عليه، والله سييسر لك هذا المشروع العظيم وهذا المشروع المبارك. رقم ثلاثة من الحقائق الثابتة في الزواج، بقدر ما تبتعد عن الحرام، بقدر بعدك عن الحرام قبل الزواج، سوف تكون سعيدا مع زوجتك، مع زوجك بعد الزواج. هذه حقيقة وهذا ميزان دقيق لا بد أن ندركه تماما وأن نعيشه وأن
نتذكر هذه الحقيقة وأن نربي أولادنا على هذا وأن نصبرهم، وأن تتصبروا أيها العزاب وأيتها العزباوات، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح والفوز سوف يأتيكم إن شاء الله، وبقدر ما تبتعدوا عن الحرام قبل الزواج تسعدوا بإذن الله تعالى بعد الزواج. كثير من الناس من كانت لهم علاقات غير شرعية غير سوية قبل الزواج لم يسعدوا بزواجهم، لم يسعدوا بعد زواجهم. لذلك الله سبحانه وتعالى بصير والميزان دقيق، فتذكروا والتقوى بالتقوى تقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب. رقم 4، حقيقة أخرى ثابتة لابد أن نتذكرها وأن أيضا نوعي ونصحح الأفهام خاصة في هذه الأوقات. لا صحة مطلقا لأي دعاية هابطة تدعو إلى التدرب على العلاقات الجنسية قبل الزواج. علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل علاقة فطرية لا تحتاج إلى تدريب، لا يحتاج الإنسان أن يتعلم كيف يأكل وكيف يشرب وأن يتدرب على الطعام والشراب. هذه فطرة خلقها الله عز وجل، وحاجة نفسية، حاجة جسدية، حاجة فطر الله عز وجل عباده عليها. فالدعوات إلى إقامة علاقات قبل الزواج هذا أمر سيء وأمر غير منطقي وغير عقلاني، ونتائجه سيئة وسلبية، ولن يسعد بذلك ذلك الذي يقوم به. فالله عز وجل أمرنا بالحلال وأمرنا بالصبر عن الحرام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا بد أن نحفظ أنفسنا من تقليد الآخرين ومن تقليد الغرب ومن تقليد الميديا وتقليد المسلسلات والأفلام الهابطة التي تروج وتدعو وتسهل عملية الارتباط بعلاقات سيئة وبعلاقات غير مشروعة قبل الزواج. طيب، نقطة أخيرة في هذه الحقائق هي أن ربما العام الأول من الزواج يكون أصعب عام في الحياة الزوجية، وهذه حقيقة، وهذه ربما أدركها وعاشها كثير من المتزوجين. لماذا؟ بكل بساطة لأن الزوجين شخصان مختلفان، جاء كما قلنا من بيئتين دينيتين وثقافيتين واجتماعيتين وماديتين مختلفتين. سيشترك الاثنان في أمور حياتية دقيقة وكبيرة. من المتوقع جدا أن يختلف الزوج والزوجة على كثير من الأمور، فهذا شيء طبيعي، لأنه موضوع التحول من بيئة إلى بيئة ومن عادات إلى عادات ومن ثقافة إلى ثقافة يحتاج إلى وقت. وكما قلنا، الزواج مسؤولية وتضحية وقبول الاختلاف. هذه الثلاثة التي بدأنا بها حديثنا توضح لنا هذه النقطة. الصعوبة التي يجدها بعض الأزواج في عامهم الأول، أنا أحيانا أمزح عندما أعقد قران وأقول ويقولون لي، يعني مرة كنت في عقد زواج فيقول لي العريس، قال لي يا شيخ أنا أشعر بتوتر، ففي حفلة وناس وضيوف وكذا، وكان جالس على يميني، وقبل أن يعني تدخل الزوجة وقبل أن نبدأ ب يعني خطوات عقد الزواج، قال لي أنا أشعر بتوتر، هل هذا شيء طبيعي؟ فالتفت إليه وقلت له نعم طبيعي، أول 15 سنوات طبيعي، بعد ذلك ستشعر بسعادة واستقرار. فالرجل أخذها بشكل جدي، قال لي عن هل صحيح جد يا شيخ؟ قلت له أمزح معك، الموضوع التوتر هذا عادي لكن سيزول إن شاء الله. بالعكس، من جاء إلى الحلال ومن طلب الحلال سيعينه الله وسيسعده الله بإذن الله تعالى. لكن شيء طبيعي هذا التحول من حياة العزوبية إلى حياة الزواج، وتقبل المسؤولية وتقبل الاختلاف والتضحية، لابد من بعض التحديات التي يعينك الله عز وجل عليها. الآن بعد أن نذهب إلى، انتهينا من هذه النقاط، نقاط الاستعداد النفسي للزواج، والنقاط حول حقائق عن الزواج في الإسلام،
ما هي معايير خيار الزوجة؟ لو سمحتم خلينا نكون الآن لقاء بيننا تفاعلي، برأيكم ما هو معايير اختيار الزوجة؟ سواء كنت زوجا أو زوجة، أعزب أو عزباء، برأيكم أيها الإخوة والأخوات، ضعوا يعني تعليقاتكم على الرسائل، ما هي المعايير التي ممكن أن تكون موجودة في الزوجة؟ سنأتي إلى الزوج بعد قليل، لكن ما هي معايير اختيار الزوجة؟ معكم دقائق. في الزوجة، ليس الزوج، الزوجة، المرأة، الفتاة، ما هي معايير اختيارها؟ المعايير برأيك التي إذا تم وضعها حتى الإنسان يستطيع أن يعيش بحياة سعيدة ومستقرة، وتكون علاقات أسرية طيبة ممتدة بشكل جيد في الحياة. لعلي أقرأ معكم ماذا تكتبون: أن تكون طيبة، صبورة، الحسب، صاحبة مبادئ والدين، لدينها، نعم، صالحة، ذات أخلاق حسنة، نعم، اظفر بذات الدين، نعم، نعم، أيضا، ماذا أيضا؟ أخبروني بارك الله بكم. عقيدة صحيحة، أخلاق، مثقفة، مثقفة وذات حسب نسب، تحسن إدارة البيت، ماذا أيضا؟ الأخلاق، مثقفة، الصبر، النية الحسنة، أن لا تكون عنيدة، طيب، ولود، ودود، الودود، الصبر، أها، الصبر. الإجابات المتكررة هذه رائعة، أننا متفقون على بعض النقاط التي هي ربما ثقافة بيننا كمسلمين: التكافؤ، الدين، الأخلاق، العلم، الصبر، نعم، الدين، متدينة، صالحة، صبورة، التفاهم، حسن الخلق، صبورة. ليه؟ أنا مستغرب ليش حاطين الصبر كثير، الله يعينكم علينا، تحتاجون إلى الصبر. لدينها وجمالها وحسبها ومالها، نعم، نعم، كل إجابة فيها كلمة الصبر، فأعانكم الله، أدخلكم الله الجنة بصبركم على أزواجكم. أصل طيب، احترام، حسن خلق، نعم، جميل. طيب، دعونا الآن لو سمحتم، لا حرج أن يعني تتابعوا في الكتابة الثقافة والمستوى العلمي، نعم، جيد، نعم. لعل أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، من أهم القرارات التي يتخذها الإنسان في حياته هو اختيار الزوجة. كرجل يعني لما يريد أن يبدأ مشروع ويريد أن يعني يقرر أي قرار كبير في حياته، ربما اختيار الزوجة هو أكبر وأعظم قرار يتخذه في حياته كلها. اختيار شريكة الحياة، اختيار أم الأولاد، مستقبله مرتبط بهذا القرار، بقرار هذه الفتاة التي سيتخذها زوجة يعيش معها حياة سعيدة، أو ربما تكون حياة غير سعيدة. سربما يراجع نفسه كثيرا، يستشير كثيرا، ويستخير ربه كثيرا. لماذا؟ لأن هذا قرار يعني جدا مهم في حياة الإنسان. طيب، النقطة الأولى على الشاب، يعني هذه نصائح، أنا سأقول لكم 10 معايير ربما تسجلونها عندكم لتكون إن شاء الله تعالى للمراجعة وللمشاركة ولتذكير من حولكم ومن معكم. أول نقطة، الإسلام، أن تكون مسلمة. وربما غير الذين لا يعيشون في بلاد الغرب وفي أمريكا ربما يستغربون من هذا البند أو هذا الشرط أو هذا المعيار، لكن معيار لا بد منه، فموجود يعني غير المسلمين موجودين معنا، نعيش معهم، يعيشون معنا في الغرب وفي غير الغرب في بلادنا. فالإسلام رقم واحد، احفظوها وسجلوها، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم، حتى لو كان منظرها جميل، منظر حسن، كلام معسول، ضحكة لافتة، منظر ساحر، لكن في النهاية ليست هذه الزوجة مناسبة إذا لم تكن مسلمة، إذا كانت مشركة. طيب، لماذا أيها الإخوة؟ والله من خلال الخبرة ومن خلال القصص، هذه الزوجة ستكون أم للأولاد، تغذيهم بإيمان، تغذيهم بحب لله وحب لرسول الله وأخلاق طيبة وثقافة وكذا. فهذه لابد أن تكون
متشبعة بالإيمان، متشبعة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متشبعة بمعرفة القرآن، متشبعة بمعرفة أخلاق الإسلام. لا أقول لك حرام أو لا يجوز، لا، إذا كانت أسلمت أو كانت يعني من أهل الكتاب يجوز لك أن تتزوجها، ولكن لعلك تعاني في تربية أولادك، لعلك تعاني في موضوع الثقافة وتقبل الاختلاف الذي ذكرناه قبل قليل، قبول الاختلاف، قبول الاختلافات، هذه ستكون في فجوات واسعة كثيرة جدا. التضحيات التي ربما ستقدمها ستكون تضحيات كثيرة جدا جدا. فالإسلام رقم واحد. رقم اثنين، الصلاح، أن تكون صالحة. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الصلاح، المرأة الصالحة تحمي ظهر زوجها وترعى ذمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا، خير من العمل، خير من الوظيفة، خير من الشهادات، خير من المؤسسة، خير من الشركات، خير من المال. المرأة الصالحة هي المرأة التي تعوضك الخير عن كل ذلك الخير في الدنيوي. ما استفاد، قال عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. لذلك أيها الإخوة، الصلاح مهم جدا، الصلاح مهم جدا لحفظ البيت ولحفظ الأسرة ولحفظ الأولاد ولحفظ الزوج ولحفظ ماله وحفظ ما هي وتنصحه في نفسها وماله. رقم ثلاثة، الوعي، أن تكون واعية. المرأة الواعية، المرأة التي تدرك شيئا عن تدبير المنزل. قبل قليل يعني أحد الإجابات كانت إدارة المنزل. نعم، تدرك كيف تدير الحالة الاقتصادية في المنزل، تدرك كيف تربي الأولاد، تدرك كيف ترعى الزوج، تدرك شيئا عن الثقافة العامة في الحياة الزوجية. هذه المرأة إذا لم تكن واعية، لم تكن حكيمة، لم تكن مدركة بشكل كافي، ستوقع نفسها وزوجها بمشكلات كبيرة، مشكلات أسرية، مشكلات اجتماعية، مشكلات اقتصادية، وإساءات كثيرة، من حيث تدري ومن حيث لا تدري، من حيث تقصد ومن حيث لا تقصد. تمام يا أخوة وأخوات، يعني في إحدى المرات أنا ذكرت ربما هذه القصة في إحدى المناسبات، النبي صلى الله عليه وسلم طلق المرأة الجونية أو ابنة الجون ليلة العرس، ليلة عرسها النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، كان قد أراد أن يتخذها زوجة لكن طلقها لأنها لم تكن واعية، لم تكن حكيمة، لم تكن عاقلة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنت النعمان الجونية. طيب تمام. فنص الحديث قالت حفصة لعائشة رضي الله عنها: اخضبيها أنت وأنا أمشطها. ففعلتا، جهزتا هذه الزوجة الجديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت لها إحداهما: إن النبي، يعني ربما غيرة النساء، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا أنبياء، يعني يقع منهم هذه الغيرة. فقالت إحداهم لهذه الزوجة الجديدة: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك. علموها شيء غلط. لما يدخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العرس، في أول ما يدخل عليك قولي له: أعوذ بالله منك. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب وأرخى الستر، مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. إيه؟ شو هالكلمة هذه؟ الآن وقت هذه الكلمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكمه على وجهه فاستتر به وقال: عذتي بمعاذ، لقد استعذت بالله العظيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي أسيد، وكان ظاهر من أحد الصحابة الكرام اللي كانوا واقفين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ممن يخدمونه أو من أهلها أو من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا أبا أسيد، ألحقها بأهلها ومتعها برازقيتين، أو يعني أعطيها مهرها وأعطيها شيء. فيا أخوة، الوعي والحكمة رزق من الله سبحانه وتعالى.
فالرجل الذي يريد مرأة عاقلة حكيمة تساعده على الحياة. المرأة غير الواعية والتي لا تريد أن تنمي وعيها وإدراكها وفهمها للحياة الزوجية وللحياة القادمة لها، ستعيش في مشاكل وتسمع للناس وتردد ما يقوله الناس بدون وعي وبدون إدراك وبدون بدون فهم. فرقم ثلاثة إيش؟ الوعي. طيب وصلنا إلى رقم إيش الآن؟ رقم أربعة. رقم أربعة الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وخلق الإسلام الحياء أهم شيء في المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني الحياء قضية مهمة جدا خاصة عند المرأة. يعني إذا كان الحياء عند الرجال أمر مهم ومطلوب وممدوح ومرغوب به، فهو عند النساء أجمل، وهو عند النساء أطلب ومطلوب وأزين. والمرأة الحيية امرأة كريمة. المرأة التي تسترجل وهي يعني تضحك كالرجال، تمشي كمشية الرجال، تدخل وتخرج، ولا يعني تستحي من تصرفات لا تفعلها المرأة عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء. يعني لما سئلت السيدة عائشة: هل تلبس المرأة النعل، يعني النعل الذي يلبسه الرجال؟ فقالت: لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء التي تسترجل وتقلد الرجال في المشية، في الكلام، في اللباس، في غير ذلك. فهذه المرأة، كيف نعرف حياء المرأة؟ كيف نعرف سلوك المرأة في حيائها؟ من خلال علاقاتها مع من حولها، من خلال مدرستها، من خلال جامعتها، من خلال نقاشها، حديثها، من خلال حديثها مع أهلها، مع أمها وأبيها، أمام الزوج مثلا، من خلال حديثها مع الخاطب نفسه، من خلال يعني ما تراقب به من تصرفات، من خلال ثوبها، لباسها، حجابها. هذا كله يدل على حياء المرأة. طيب نذهب إلى الأمر الآخر الخامس، وهو الطاعة. أهم شيء في المرأة أن تكون مطيعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. المرأة تطيع زوجها. لماذا تطيع زوجها؟ لأنها هي مديرة البيت. وأولا الرجل يدير البيت من الخارج، وهي تدير البيت من الداخل. فهي تسمع وتطيع أمر الرجل حتى تستقيم الحياة، حتى تستقيم أمور المنزل، أمور الأولاد. ولا بد من الاتفاق حتما. نحن لا ندعو هنا إلى الطاعة العمياء، بل إلى الطاعة فيما أمر الله سبحانه وتعالى، الطاعة فيما لا معصية فيه، الطاعة فيما لا حرج فيه على المرأة، أو لا حرج فيه على المنزل أو على أهل المنزل. كيف نعرف طاعة المرأة؟ كيف أنا أستطيع أن أقدر؟ لا أستطيع أن أحكم عليها هل هي تطيعني أو لا. انظر إليها، هل هي تطيع أمها وأباها؟ كيف علاقتها مع أمها وأبيها؟ إذا كانت امرأة يعني لا تطيع أهلها، كيف طاعتها لأختها؟ كيف لينها وسهولتها في تعاملها مع أقربائها، مع أهل بيتها؟ هذا يدل على أنها ستكون معك كذلك. المؤمن لين سهل، سهل لين. فإذا كانت سهلة لينة مع أهلها، فسوف تكون سهلة لينة معك، وسوف تكون مطيعة معك. الأمر السادس وهو الجمال. الأمور المطلوبة في المرأة 10 أمور، منها الجمال، هذا رقم 6. من يعني الإسلام مع الفطرة، والإسلام يعد الجمال واحدا من هذه المرغبات في الزواج بالمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن هنا في نقطة مهمة إخواني وأخواتي، الجمال أمر نسبي، لا يخضع مطلقا لمعايير ثابتة. ما يراه إنسان جميلا قد يراه غيره قبيحا، ما يراه الزوج من زوجته حسنا
قد يراه غيره على خلاف ذلك. فهنا أحيانا تبرز مسألة مهمة يقع فيها اختلاف بين الشاب وأمه. الأم تعجب بجمال فتاة وتطلبها زوجة لمين؟ لابنها. عندنا مثل في الشام يقولون إيش؟ رز بازيلا، الرز أبيض والبازيلا خضراء، يعني البياض مع العيون الخضراء. الجمال الذي تطلبه الأم أو الذي تراه الأم ربما لا يراه الولد، فيجب أن لا تجبر الأم ولدها على قبول فتاة هي تراها جميلة، ربما هو لا يراها جميلة، معايير الجمال عنده مختلفة عن الأم، وأحيانا يحدث العكس. فلذلك هذا الصراع لابد أن ينتهي، تترك مسؤولية الاختيار للبنت وتترك مسؤولية الاختيار للزوج، إعجابه هو المعول عليه، لا إعجاب أمي ولا إعجاب أخته. لابد من الاستماع لربما المشورة كمشورة، لكن كقرار نهائي لابد أن يتخذه الرجل الزوج والزوجة. طيب، موضوع الجمال أيضا إخواني وأخواتي مهم جدا. إذا ذهبت إلى هذا المعيار فلا بد أن تراعي بعض القضايا، أن يكون هذا الجمال وهذه الزينة للبيت وللزوج، ولا أن يكون مبذولا مطروحا للعموم، للطريق، لأبناء الشارع، للجيران، للأصدقاء، للعمل، للحفلات، للاختلاط، للجامعة. هذا يقتل جمال المرأة في عين الرجل، لا تعد جميلة بعينه، مهما كانت جميلة فهي جميلة عند الناس ليست جميلة في عيني. الرجل يريد زوجته جميلة له هو، جميلة في قلبه وعينه. رقم اثنين، تلك الجميلة إذا كانت جميلة في عين الرجل واقتنع بها جميلة، أن لا تكون مفتونة بجمالها، كأن ترى نفسها فوق كل الناس وترى نفسها أفضل من كل البنات وترى نفسها أنها فوق كل يعني النساء، فهذا يدعوها للكبر ويدعوها أن تتكبر عليه. يوم الأيام واحد أعمى تزوج امرأة، أنا سامحوني أعطيكم بعض الفاصل في الفكاهة يعني. فهذه المرأة تزوجت هذا الأعمى، فكل فترة تقول له آه لو ترى جمالي، آه لو ترى جمال عيوني، آه لو ترى بشرتي وصفاء وجهي وصفاء بشرتي، لا إله إلا الله، كل يوم وأنا قبلت فيك وأنا تزوجتك، وأنا يشعر كان بإهانة، فمن شدة ما يعني كررت عليه هذا الأمر، من شدة ما وجد فيها من كبر، قال لها لو كنت كما تقولين لما تركك المفتحون اللي عينهم فتحة وأتاك الأعمى وتزوجك، يعني في العامية ما تركك المفتح لحتى أخذك الأعمى. لذلك يعني أحيانا الكبر يقتل الجمال في الإنسان، بل المرأة تصبح قبيحة في عين زوجها إذا تكبرت عليه أو تكبرت حتى على بنات جنسها أو على أقربائها أو على صديقاتها. فلتحافظ المرأة على أن تكون متواضعة وأن تكون طيبة وأن تكون واعية ومتبصرة في دينها وأخلاقها. هذا هو الجمال، الجمال المحفوظ بالدين المكلل بالعفة والستر، هو الجمال المطلوب الذي يبحث عنه كل رجل مؤمن عاقل. طيب، رقم سبعة، الحسب. الحسب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هو شرف الآباء والأجداد، والشرف من معانيه التقوى، وأن يتزوج المرء من معدن نفيس، من معدن معروف بالعفة، معروف بالأدب، معروف بالأصالة، من أسرة مترابطة متعاونة متكاتفة. هذه المرأة ستكون ابنة بيئتها، ابنة بيتها، وهذا المعيار أيضا للرجل والمرأة، لما الإنسان يبحث عن شريك الحياة أن يكون ذا حسب، ما يكون من أسرة متفككة، أسرة متناحرة، أسرة ذات سمعة سيئة، ذات أعمال مخجلة أو مشينة في المجتمع. فهذا من حق الرجل أن يبحث عن بنت ذات الحسب، ومن حق البنت أن تبحث عن الرجل ذو الحسب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. فالمرأة تلد أشباه إخوانهن، أشباه إخوتها وأشباه أخواتها. فكما يقال عندنا أيضا: الولد ثلثاه للخال، ثلثا الولد لخاله، فهذا لا بد من أخذه بالاعتبار. الأمر الثامن يا أيها الإخوة وأيها الأخوات، النظافة ثم النظافة. الإسلام دين النظافة، لا تصح صلاة المسلم ولا يجوز طوافه حول الكعبة المشرفة ولا حمله للمصحف بدون طهارة، يعني هي النظافة. إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. هذه الخصلة، الرجل السوي يحب النظافة ويبغض الوساخة والقذارة. أكثر ما يزعج الرجل الزوج أن يرى بيته غير نظيف، أو أن تقدم له يعني وجبات الطعام ولا يرى فيه آثار النظافة، أو ربما أن يشم من زوجته أو أولاده رائحة غير محببة. المرأة النظيفة في بيتها، في جسدها، في نفسها، في أولادها، في طعامها، في تمنح الراحة النفسية للزوج وللأولاد وللأقارب ولكل أحد يقترب من بيتها ويزورها يعيش معه. النظافة أمر مهم. تعرف النظافة عند الفتاة من يعني أيام الخطبة من بيت أهلها، من نظافة ثوبها، بدنها، نظافة بيت أهلها لما تزار في للزيارة. كان عندنا، كنت أسمع من يعني الوالدة ومن الوالد رحمه الله ومن يعني عمتي، كانوا إذا أرادوا خطبة بنت يزورونها في الساعة 5 أو 6 صباحاً بدون موعد. أمر محرج. قال لماذا؟ قال حتى يتأكدوا من معيار النظافة، بيشوفوا أنه البيت كيف وضعه. ما البيت بيكون وضعه غير مستعد للاستقبال، لكن هكذا كان المرأة المهتمة بالنظافة لا تنام، الفتاة لا تنام وعندها أواني طعام تحتاج إلى غسيل وتحتاج إلى تنظيف، لا تنام وبيتها محتاج إلى تنظيف، تنام بعد تنظيف كل شيء. فإذا جاءها ضيوف في الصباح مستعدة لاستقبال الضيوف، أهلها مستعدون لاستقبال الضيوف. نعم، وكانوا عندهم معايير أخرى في النظافة، كانوا يقبلونها، يحضنونها، ثم يشمون معاطفها أو يشمون يعني ملابسها حتى يروا هل هي مهتمة بنظافتها أو لا وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا الأمر، كان يعني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد خطوة امرأة بعث أم سليم أو أم سليم تنظر إليها فشمت أعطافها ونظرت إلى عراقيبها. نظرت إلى عراقيبها ونظرت إلى وشمت أعطافها. العطف هو الإبط، والعرقوب هو الكعب من الخلف، كيف نظافة رجليها، كيف الرائحة عندها. على أي حال، هذه الأمور ربما نذكرها الآن ربما يكون فيها نوع من الإحراج، لكن لا بد من التوضيح ولا بد من التنبيه والتذكير والتأكيد على بعض الأمور الدقيقة التي لا بد من الانتباه إليها. الأمر التاسع من الأمور التي يبحث عنها في الزوجة: أن لا تكون قريبة قرابة شديدة، يعني اجتماعيا صحيا ما تكون قريبة من ذات العائلة، بنت العم، بنت الخالة، بنت العم، بنت الخالة. يأخذون أحيانا في بعض العوائل أو بعض القبائل أو بعض العادات الاجتماعية لا يأخذون إلا من أقاربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا. فالانتباه لهذا الأمر مهم جدا، يخلق ضعيفا، تصيب أمراض، ربما يصيبه ضعف جسدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه لهذا الأمر، وسيدنا عمر بن الخطاب من أخواله: اغتربوا لا تضووا، اغتربوا، خذوا البنت الغريبة أو الزوجة الغريبة عن العائلة، لا تضووا يعني لا تضعفوا، ابحثوا عن نساء بعيدات للزواج حتى لا يأتي أولادكم
ضعافا. وهذه ربما تسمى في الطب الآن الأمراض الوراثية التي يتوارثها الآباء أو يورثها الآباء للأبناء بصفات قاهرة، بصفات لازمة. فهذه مما ينبغي أن يتنبه لها. رقم 10 وهو آخر شيء في هذا الباب، الحب. الحب، الآية التي سمعناها قبل قليل من الشيخ وراش حمزة حفظه الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب، هذا الحب الذي يأتي بناء على ما ذكرناه من صفات، من مراعاة الزوج، من الاهتمام بالزوج، من تحمل المسؤولية، من تحمل. لكن أيضا في البداية لابد أن يكون هناك حب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في النظرة، في نظرة الخطبة، حتى يكون الإنسان على قناعة. ما يقول والله أنا خلص قبلتها وسأحبها لاحقا، أو أحببتها لأن أمي وأهلي رغبوها لي أو طلبوها لي أو كذا. لا، لابد أن يكون منك الحب الصادق الذي أمر الله عز وجل به. الحب، الزواج الذي شرع للسكن، السكن النفسي، السكن المادي، التحابب، التراحم، هذا الود يأتي بعد الزواج. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة، هذه الرحمة جعليتان، جعل بمعنى أن الله عز وجل سيجعل هذه الرحمة وسيجعل هذا الود ويخلقه في قلب الزوج وقلب الزوجة بعد العقد. لذلك لا أقول، لذلك ما ذكرنا قبل قليل، موضوع العلاقات قبل الزواج محرم، لا يجوز، ولن يأتي بسعادة، ولن يأتي بالحب، بالعكس يأتي بالشقاء وبالطلاق وبعدم الاستقرار. الحب هذا سيجعله الله عز وجل بعد العقد وبعد الخلطة وبعد المعاشرة، وبعد المعاشرة الحسنة والتوادد واللطف والرحمة وحسن التعامل سيجعل الله ذلك الحب. إذا تزوجت المرأة أحببتها فقط لجمالها سيزول هذا الجمال وسيزول هذا الحب. إذا أحببت المرأة فقط لمالها ربما يزول المال فيزول الحب. ولذلك ليكن الحب لله سبحانه وتعالى، الحب للأخلاق، الحب للدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الله عز وجل قال مودة، لم يقل حب. وجعل بينكم إيش؟ مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، لأن بين المودة والحب فارق. الحب حالة عاطفية قلبية، أما المودة فحالة سلوكية مستمرة. تحب امرأة زوجها مثلا، ولكن تعودت أن تنام إلى وقت متأخر، فلا تستيقظ إلا مثلا عندما يخرج لعمله صباحا، تتفقد احتياجاته، تحضر له الطعام، تحضر له أموره، مع أنها تحبه. فربما امرأة لا تريد التواصل مع أم زوجها أو أهل زوجها، ولا أن مثلا الأم تزور، أم الزوج تزور بيت ابنها، مع أنها تحب زوجها، إلا أنها لا مثلا لا تستطيع أن تتعامل مع أهل زوجها. هذا الحب لا يسمن ولا يغني من جوع. إذا لم يتحول هذا الحب إلى مودة، وإلى أن تجد رغبتها في رغبة زوجها وهواها في هوا زوجها، سيزول هذا الحب ويتحول إلى بغض وإلى فراق وإلى انفصال مع الأيام. لذلك السعادة الحقيقية في الود وليس في الحب. الحب يأتي بعد الود. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، كلمة الحب كلمة ربما يعني مؤقتة، أو حالة كما قلت عاطفية قلبية مؤقتة. أما الود فهو الحالة التي يعيشها الإنسان مع زوجته، الحالة التي تعيشها الزوجة مع زوجها، حالة الود، حالة الرحمة، مودة ورحمة. المودة في الحالة الأولى تدعو الزوجة إلى الاستيقاظ باكراً وترعى زوجها، تهيئ له ما يحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى احتياجات قبل أن يذهب إلى العمل. الحالة الثانية تدعو المودة الزوجة إلى إكرام أم زوجها، وإلى الاحتفاء بها إكراماً لزوجها. إكراماً لزوجها، إذا أنا بالفعل أحب زوجي محبة حقيقية، فإذا لا أكره شيئا يزعجه أو يسيئه. فإذا أنا بالفعل عندي مودة مع زوجي أكرم أهله،
أرادت أمه أن تزوره، أرادت أخته أن تزوره، أراد أن يفعل شيئا يضر ويسر أهله، لا أقف حاجزا بينه وبين أهلي، أو بينه وبين، دعونا نقول بين مودته أو بين محبوباته أو بين رغباته. إذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هواي في هواك، هواي أؤثر قربك، أحبك وأؤثر قربك، أتمنى أن أبقى بقربك قربا جسديا وقربا نفسيا ومعنويا، ولكن هواي في هواك. لا بد أن تصل الزوجة مع زوجها إلى هذه المرحلة، الهوى في هوى الزوج، هذه أكمل من موضوع مجرد حب. وجعل بينكم مودة ورحمة، والرحمة هذا بيان بليغ جدا من الله سبحانه وتعالى، يستوعب كل شرائح الناس وكل أحوالهم. ربما تزوج رجل بامرأة ولم تلقى عنده مودة، وانقطعت المودة بينهما لسبب من الأسباب، فتجد ربما الزوج يعتني بها رحمة لها، تقديرا لجهدها، تقديرا لعنائها، تقديرا لتحملها مشاق البيت والأولاد والحمل والولادة ورعاية الأولاد، فيرحمها. ربما يحدث ذلك مع المرأة، فإذا كانت المودة والرحمة هكذا فهي أغلى بكثير من عواطف الحب المجردة والمنفردة. تجد أحيانا يعني امرأة تصبر على زوجها، ترحمه مع أنه ضعيف، ربما لأنه أساء إليها، ربما أنه لم يكن جيدا معها، لم يكن كما يجب، لكن تبقى معه، ترحمه حتى تخدمه حتى تساعده. هذا من موضوع البر. هذا في قضية اختيار الزوجة. بقي معنى اختيار الزوج، فأستاذة أسماء وأستاذة إيمان إذا معنا وقت أنا أكمل موضوع اختيار الزوج، وموضوع اختيار الزوج سيكون سهل وبسيط، ليس كثيرا كما هو كما ذكرنا قبل قليل. معنا دقائق أخرى. أنا لا أسمع. لا أسمعك يا أستاذة إيمان. طيب نأخذ معنا دقائق أخرى، معنا دقائق، تفضلوا سيدي. معنا دقائق أخرى. طيب نسأل الجمهور الكريم، هل تسمحون لنا بدقائق أخرى حتى يكون في توازن في معايير اختيار الزوج أيضا؟ طيب حاضر، بارك الله فيكم. قبل أن نذهب إلى موضوع، جزاكم الله خير، موضوع تجنب زواج القرابة، رغم أن السيدة فاطمة رضي الله عنها تزوجت ابن عمها، المقصود أن لا يكون هناك تسلسل في هذه الزواجات أو الزيجات، قريب من يعني ابن العم يأخذ بنت العم وبنت العم تأخذ ابن العم بنفس العائلة، يعني إذا حدث مرة واحدة لا حرج ولن يكون فيه إن شاء الله ضير، أما أن لا تبقى الزيجات ضمن العائلة الكبيرة الواحدة، هذا هو والله أعلم. طيب الآن ما هي معايير أيها الإخوة برأيكم، ما هي معايير اختيار الزوج؟ الآن حكينا عن معايير الزوجة، اختيار الزوجة، أعطوني رأيكم الله يبارك فيكم بسرعة قليلا، اكتبوا ما يفتح الله عليكم. الإسلام، القوامة، الإسلام والصلاح، الزوج يحب أن لا يكون بخيل ولا يجب أن يكون، ويجب أن يكون صادقا وشاملا، الإسلام، نعم، الدين والخلق، نعم، القوامة. أعطوني أيضا تثرون به هذا اللقاء المبارك الطيب بوجودكم، بارك الله فيكم، القدرة المادية، الخلق، نعم، طيب أيضا، نعم نعم طيب جميل هذا الكلام جميل، الإسلام والشهامة والبشاشة. أتمنى أن تعطينا دروس كل يوم من فضلك، والله كل يوم صعب علي وعليكم، لكن ننسق مع الأخوات الفاضلات إدارة جهود البيضاء، وأنا تحت الخدمة وتحت الأمر إن شاء الله، لأن الموضوع بالفعل يحتاج يعني إلى مزيد، وهناك يعني كثير من المحاور المهمة، نصائح عند العقد، عند العرس، أمور لا بد منها عند العرس، مهارات الرسول كزوج صلى الله عليه وسلم، واجبات وحقوق الزوج والزوجة، الحياة الزوجية السعيدة، ما هي واجبات الزوجة تجاه زوجها، ما هي واجبات الزوج،
كيف يؤثر الزوج في قلب زوجته، كيف تؤثر الزوجة في قلب زوجها، ماذا يريد منه، ماذا تريد من زوجها، وماذا يريد هو من زوجته. هذه أسئلة، لو حصل مشاكل كيف نحتوي هذه المشكلات في البيت. هذه كلها إن شاء الله لها يعني ربما لقاءات نرتبها لاحقا بإذن الله تعالى معكم، إذا أعجبكم طبعا اللقاء، وإلا خلاص ربما يكون هذا آخر لقاء معكم. الله يحفظكم ويجمعنا دائما معكم على ما يحب ويرضى. طيب يا إخواني وأخواتي، البعض يقول ليس هناك فرق في المعايير. نعم موافق، المعايير التي ذكرناها قبل قليل عن اختيار الزوجة تشبه إلى حد ما معايير اختيار الزوج كذلك. هناك نقاط لابد من ذكرها. أولا كنصيحة لكل بنت ولكل زوجة، يعني الآن اللي تزوج خلاص تزوج، مثل ما يقال عندنا وقع الفاس بالرأس. خلاص ما حدا يغير، نحن الآن نمشي للأمام. الحديث في موضوع الاختيار يا أخوان ويا أخوات لمن لم يتزوج أو تتزوج بعد. أما اللي يتزوج ما يقول هلا بدي أروح أرجع من أول وجديد وأبدأ. هذه لها أيضا محاضرة، أنه أنا تزوجت كيف أتعامل، كيف أتصرف، هذه لها لقاءات أخرى. على أي حال، الله أكبر، الآن عندنا أذان العصر في ولاية تكساس في هيوستن أمريكا، عندكم وقت بعد العشاء، نصلي على أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. طيب نعم، درس للمتزوجين، لنا إن شاء الله لقاء خاص للمتزوجين والمتزوجات، لأنه ممنوع الترجيع، ما في، أنت خلاص تزوجت، موضوع ممنوع ترجع، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ولا تسترجع. طيب الله يحفظكم، يحفظ المتزوجين جميعا، يحفظكم ويسعدنا وإياكم إن شاء الله. يا إخواني وأخواتي، نصيحة لكل بنت ولكل أخت فاضلة، ارضي بما قسم الله عز وجل لك في زوجك. الرضا بقضاء الله وقدره، هذا ما بدأنا به قبل قليل. الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، من العقيدة الرضا بقضاء الله وقدره. رقم 2، أكثري من الدعاء لزوجك في الصلاح والاستقامة وأن يكون زوجا صالحا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أكثري من الدعاء، هذه صفات عباد الرحمن التي ذكرها في سورة، أي سورة هذه الآية؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، في أي سورة يا إخوة ويا أخوات؟ في سورة الفرقان. نعم في سورة الفرقان، بارك الله فيك، في آخر صفحة. أكثري من الدعاء. رقم 3، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا. هذه قاعدة مهمة، هذه يعني لابد أن تضعيها في ذهنك، كوني له أمة يكن لك عبدا وستكون حياتك معه سعيدة. أكرميه يكرمك، أكرميه يكرمك، أسعديه يسعدك. لم تسعديه بشيء لن يسعدك بشيء، لم تكرميه بشيء لن يكرمك ربما بأشياء. تمام؟ طيب ما هي الشروط التي يجب أن تراعيها البنت أو الأم والأب عندما يختارون زوجا أو عندما يوافقون على زوج لبنتهم أو لأختهم؟ كما ذكرتم قبل قليل الإسلام، وسوف هذه المعايير قليلة، فقط 5 معايير المرأة يعني وضع لها، 10 معايير لأنها أغلى وأثمن وأهم وأعظم، والمرأة هي كل شيء في هذه الحياة، فمعاييرها كثيرة. أما الزوج فقط 5 معايير وسهلة. إن شاء الله، أولا أن يكون مسلما، أن يكون مسلما كما الله عز وجل ذكر في سورة البقرة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. كما تعلمون يحرم على المسلمة أن تتزوج يعني غير مسلم، سواء كان كتابي أو وثني أو ملحد أو رجل ما عنده دين، علماني يقول ما أنا لا أؤمن بدين، هذا حرام عليها أن
تتزوجه، سيأتي الأولاد بدون دين، الأولاد يتبعون دين أبيهم، فلذلك انتبهوا على هذه النقطة. رقم 2، الصلاح وعدم الفسق. آمنا وصدقنا أن هذا رجل مسلم، طيب هل يكفي ذلك؟ طبعا لا يكفي، لا يكفي أن يكون مسلما، لا يكفي أن يكون مصليا، لا يكفي أن يكون قارئا للقرآن، لا يكفي أن يكون حاجا، لا يكفي أن يكون مزكيا، لا يكفي أن يكون صائما. الصلاح أن يكون صالحا لا أن يكون فاسقا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. انكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. طبعا الفاسق يا إخوة ويا أخوات لا يكون كفءا للصالحات. تخيلوا امرأة صالحة تقية نقية عفيفة مؤمنة تالية للقرآن مصلية تتزوج من مسلم فاسق شارب الخمر يحب الفسوق والعصيان وكذا وكذا وكذا، كيف ستعيش معه؟ كيف ستستقيم حياته؟ هنا لا نستطيع أن نقول لها تقبلي الاختلافات، هنا ما في قبول اختلافات، نحن هنا ليست اختلافات ثقافة طعام وشراب وألوان وغير، هنا اختلافات في منهج حياة، في أساسيات الدين. هذه مشكلة، هذه ظلم للمرأة أن نقول لها يلا تزوجيه وسوف يكون صالحا لاحقا، سوف يتوب الله عليه لاحقا. وماذا لو تأخرت التوبة 10 سنوات؟ تعيش المرأة في مشكلات نفسية وضغط نفسي واكتئاب نفسي ومشاكل لا يعلمها إلا الله. بسبب إيش؟ والله هذا لسه ننتظر توبتهم. طيب أخونا في الله متى سيتوب؟ ما بالأصل هو الأصل فاسد فاسق لم يكن صالحا. فلذلك نسأل الله تعالى العفو والعافية، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الولد الشاب الذي ينشأ مطيعا لله مستقيما هذا أولى وأفضل. الفاسق لا يرعى حرمة لزوجته، ليس له ذمة وليس له حرمة، يغضب منها، يظلمها، يسيء إليها. لما جاء إلى سيدنا الحسن بن علي رجل قال يعني خطب ابنتي جماعة أو رجل، فلمن أزوجها؟ قال زوجها لمن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. هذه والله نحن نشعر بها ونعيشها. المؤمن الكريم الطيب إذا أحبها أكرم زوجته، وإذا أبغضها لا يظلمها. يعني فارقوهن بمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه لأنه يعيش القرآن، يحيا بالقرآن، ينفذ ويطبق القرآن في حياته. أما الفاسق ما عنده مراعاة لحرمة المرأة، ما عنده مراعاة لحرمة الزوجة، فالظالم الفاسق يهينها ويهين أهلها ويبغضها ويبغض أهلها ويخونها ويبخل عليها ويسيء إليها وكذا. فإياكم من البداية، بنتكم كريمة، بنت كرام، لا تضعوها في أيدي لئام حتى لو كان مسلما، ليكن الصلاح والتقوى شرطا. لا يكفي أن نقول والله كان يصلي، ربما يصلي. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، ذكروني يا أخوان بالحديث المهم جدا ومن يذكره الآن له 10 درجات أو له هدية من الأستاذة إيمان والأستاذة أسماء. ذكروني بحديث يتحدث عن هذا الأمر، لا يكفي أن يكون مسلما، لابد من الصلاح والتقوى. النبي ذكر ذلك واضحا جدا في حديث نعرفه وتعرفونه جميعا. أول إجابة صحيحة نطلب من الأستاذة إيمان والأستاذة أسماء أن يعني يقدموا له شيء. أحسنتم، نعم الإجابة الصحيحة جاءت من آيفون، لا أدري الاسم آيفون، ربما ليلى، صحيح آيفون ليلى. طيب أستاذة ليلى، إذا جاءكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن الدين هو الإسلام والخلق هو المعاملة والصلاح التي نتحدث عنها الآن، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ماشي، إذن الصلاح أهم شيء في معايير اختيار الزوج المسلم. هو مسلم ولكن يجب أن يكون صالحا، ربما يكون حافظا للقرآن، ربما يكون خريجا جامعيا، ربما يكون معه درجة عالية، ربما يكون ما أستطيع أن أذكر يعني مهن، لكن درجة عالية، لكن هذا لا يهم، يهم الصلاح.
كم ترى من مسميات ووظائف وأشخاص لهم مراتب عالية اجتماعية وظيفية مهنية مالية كذا، لكن غير صالح، فاسق، سيء، سريع الغضب، ما عنده ذمة، ما عنده حقوق يرعاها مع الله سبحانه وتعالى، فهذا يخاف منه، يخاف أن تظلم عنده بنات الناس. ماشي يا أخوان، من زوج فاسقا كما قال الشعبي، من زوج فاسقا فقد قطع رحمه. أنت إذا زوجت بنتك أو أختك لأحد فاسق فاعلم أنك قطعت رحمك. قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا أردت أن تعرف هو صالح ولا غير صالح، شوف رفقاته، شوف أصحابه، شوف أين يذهب، أين يجلس، مين أصحابه أكثر شيء. والله أصحابه ناس علماء، أئمة، مشايخ، حفاظ قرآن، أهل مساجد، أهل خير، والله هذا أكيد معهم أهل خير، يرجى منهم الصلاح والخير. والله لا، والله أصحابه ناس سيئين، ناس سمعتهم سيئة، إذن هو مثلهم. نعم، إذا غاب الوازع الديني تكون أخلاق فاسدة. صحيح. رقم ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شروط ومن معايير اختيار الزوج الباءة، متطلبات الزواج، القدرة على متطلبات الزواج، وقد ذكرتموها أيضا قبل قليل، القدرة المادية والقدرة على متطلبات الزواج بشكل عام، مادية وغير مادية. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الباءة المادية أمرين اثنين: مكان للسكن حتى لو كان مكان متواضع، وعمل يدر نفقة شهرية ولو كانت يسيرة. هذه الباءة المادية، عنده سكن ولو متواضع، وعنده عمل يدر عليه دخلا ولو كان يسيرا ومتواضعا، الأمور طيبة والحمد لله، وتوكلوا على الله، ولا تنتظر أن يكون مليونيرا، ولا تنتظر أن يكون عنده قصرا وبيتا واسعا ومسكنا عظيما حتى تزوجوا بنتكم. لا يا إخوة، عنده بيت يسكن به يتآوى، عنده بيت يؤويه، وعنده دخل يكفيه وزوجته، خير إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم نذهب إلى المراعاة، مراعاة الباءة الجسدية والتربوية والنفسية، أن يكون واعيا، يستطيع كما نعم تتفضلون أن يتحمل مسؤولية الأسرة، يدرك تماما ما معنى الزوجة والبيت والأسرة والأولاد، يتحمل مسؤولية القيام برعاية زوجة ورعاية أولاد، يعطيهم حقهم. كيف يمكن أن نتنبأ، وكيف يمكن أن نستطيع أن نقرر ونقدر هذا المعيار؟ من خلال كلام الرجل، من خلال حديثه، من خلال الموضوعات التي يطلبها، يناقشها، يتحدث بها عند جلسة الخطبة. ممكن تسألوا ما يعني ماذا تنظر إلى مستقبلك، إلى الأسرة، ماذا تفكر، ما هي طموحاتك، ما هي أهدافك في الحياة، ما رأيك بالزوجة، بالمرأة كزوجة. المرأة، الإنسان مخبأ، الإنسان عقله مخبأ وراء لسانه، لما يتكلم تعرفه. لذلك أنا أنصح عند الخطبة على الأب أو الأخ أو أهل الزوجة، تحدثوا مع الخاطب كثيرا، اجلسوا معه كثيرا، تحدثوا معه، اسمعوا منه. هو عندما يتكلم يحدثكم عن عقله، يحدثكم عن ما سوف يفعله وما سوف يقوم به في حياته الزوجية. رقم إيش الآن؟ أنتم معنا يا أخوان يا أخوات؟ باقي عندنا أمرين. هذا الأمر رقم، لا لم نصل إلى خمسة بعد، الآن رقم أربعة. أيوة، أربعة، أحسنتم، ما شاء الله. الحسب الذي ذكرناه قبل قليل، والذي هو التقوى وسلامة الترابط الأسري، المرأة، البنت، تبحث أو تطلب أو تتزوج أو توافق على زوج من معدن نفيس، معروف بالعفة، معروف بالأدب، معروف بأسرة مترابطة متعاونة، الإنسان ابن بيئته. فهذا الرجل لما ينتقل من هذه البيئة سينشئ بيئة أخرى مشابهة أو مكملة للبيئة التي عاشها، فإذا عاش في بيئة سيئة فاسدة سينشئ بيئة سيئة فاسدة، هذا في الغالب، في المعظم. هناك استثناءات، هناك في ناس يتوبون يتغيرون، لكن
في الأعم الغالب، إذا جاءك إنسان من بيئة طيبة فيها تقوى وفيها ناس في علم في خير في تقوى في علم في صلاح في كذا، إذا خير إن شاء الله. أما إذا جاء إنسان من أسرة سيئة السمعة وغير مترابطة فيهم مشاكل، توقع أن يكون أيضا كذلك مع بنتك. الرقم الأخير أو النقطة الأخيرة وآخر شيء سنذكره بعد الآن هو الجمال وحسن الهيئة. فالجمال وحسن الهيئة أيضا من يعني من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميم، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. أعيد قول سيدنا عمر رضي الله عنه، الإمام ابن الجوزي ذكره في كتابه في أحكام النساء، قال: لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميم، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. طبعا هذا أيضا يدخل فيه النظافة وحسن الهيئة والجمال وكذا، تمام. فلذلك أيها الإخوة، هذه النقاط التي ذكرناها ربما تجمل لنا يعني أهم المعايير في الزوج وأهم المعايير في الزوجة. والنصيحة: لا ترضين إلا من ترضين به أنت ويرضاه أهلك لك، خذي بمشورتهم، خذي برأيهم، وخذي بنصيحتهم. لا تتزوجي إلا من ترضين به وتوافقين عليه، وأهلك يرضون ويوافقون عليه أيضا. ابحثي في من يخطبك ويريدك، اسألي عن دينه، اسألي عن خلقه أولا، بعدين بعد ذلك اسألي عن أي أمر آخر. أول شيء دينه وخلقه. أرجوك إذا جاءك الانطباع الأول عنده السيارات، عنده الوظيفة، عنده العمل، عنده كذا، هو فلان، لا لا لا، هذا لا يهمني الآن. رقم واحد الدين والخلق، تمام. رقم ثلاثة وأهم شيء، إياك أن تتزوجي ممن لا يطرق باب أهلك. يجب عليه أن يأتي البيوت من أبوابها. الذي يتزوج يريد الزواج الحقيقي ويريد العفة ويريد الصلاح والتقوى وكذا، يأتي إلى بيت أهلك ويطلبك من أهلك. هذه نقاط مهمة جدا، أرجو الله تعالى أن يبارك لنا ولكم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وبارك الله في الإخوة الحاضرين جميعا. سامحوني أرجوكم، سامحوني أطلت عليكم ربما اليوم، لكن الموضوع كما يعني رأيتم على غاية من الأهمية، وله تفصيلات كثيرة في الخطوات القادمة في الخطبة والزواج، لكن نرجو الله أن يقدر لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. أشكر جود البيضاء وإدارتها الطيبة المباركة، وأشكر لكم جميعا حضوركم وتفاعلكم وتعليقاتكم، وأرجو الله أن يجمعنا بكم قريبا، ونطلب منكم أن تزوروننا في أمريكا ونزوركم إن شاء الله في المغرب بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم دكتورنا على هذا العرض الرائع المليء بالحقائق والتوجيهات الهادفة. فالزواج كما تفضلتم مسؤولية وتضحية، المعايير أسباب مساعدة، ويبقى حسن الخلق والصلاح والاحترام والتكافؤ من أجل الأسباب التي تساعد على نجاح العلاقات الأسرية. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعزز أواصر المحبة والمودة والتسامح بين أفراد أسرنا. نشكركم دكتور حابي جزيل الشكر لتلبيتكم دعوتنا. نسأل الله تعالى أن يسعدكم في أهليكم وبنيكم، وأن يزيدكم تألقا ورفعة، وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين وأنتم بالديار الأمريكية، وأن يجزيكم عنا جميعا خير الجزاء. اللهم امين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. اشكركم مره ثانيه، واسال الله تعالى ان ينفع بكم اينما كنتم واينما حللتم وارتحلتم، ويجعل دائما هذه المنصه وهذا المنبر جود البيضاء منبر خير وبركه ونفع لنا ولكم جميعا ان شاء الله. بارك الله فيكم، ونامل ان شاء الله لقائكم في القريب العاجل ان شاء الله باذن الله تعالى. امين. بارك الله. وفي الختام نشكر المولى عز وجل أن يسر لنا هذه المجالس الربانية، ونجدد الشكر للأساتذة الكرام ولولدنا القارئ محمد
بارك الله فيه، الشكر موصول لحضورنا الكريم وللقائمين على الجمعية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات والإخلاص وأن يتقبل منا صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، شكرا جزيلا، جزاك الله بارك خير. الله السلام فيكم، عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدي، الله يحفظكم.